مبادرة من بعض اللاعبين السابقين لكرة القدم بمدينة مراكش، أجريت يوم أمس الجمعة مباراة كريمية للحارس عبد الرزاق الهشتوكي المعروف بعبادة، الحارس السابق لمولوجية مراكش والمغرب التطواني واتحاد طنجة والكوكب المراكشي. المباراة اللي شرف على تنظيمها عزيز بوكركور ومصطفى قيتي وجواد بغداد وأحمد فوناكا عرفت حضور العديد من الوجوه الرياضية اللي غابت على الساحة الرياضية، منهم اللي جا من خارج الوطن ومنهم اللي عاد الحضور إلى الملاعب بعد غيبة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من رسول الكريم. الفكرة فكرة تكريم بعض اللاعبين السابقين في تدخل في إطار يعني فكرة انبثقت والتأمت جهود لجنة منظمة تتكون من عبد العزيز بوكركور وأحمد فوناكا واللاعب مكرم سابقا مصطفى قدي وعبد ربه، فجاءت يعني تباعا ابتداء باللاعب مصطفى قدي ثم اللاعب حميد جنينة ثم اللاعب خالد الحمدوشي، واليوم أتى الدور على عبد الرزاق الهشتوكي عبيدة الحارس السابق لمولوجية مراكش والاتحاد طنجة والمغرب التطواني وكذلك لنادي الكوكب الرياضي المراكشي. ونحن في هذا الاحتفال نود أن يكون ذلك ضمن الاعتراف بالجميل وبالعطاءات التي قدمها هؤلاء اللاعبين في إطاره الخلقي والاجتماعي والرياضي. الناس اللي جاوا جواد شكون هما الناس اللي جاوا والفرق اللي شفناهم لعبوا؟ بالفعل هي الدعوه كانت عامه وانطلقت هذه الدعوه الى جميع الفعاليات الرياضيه والى جميع مكونات المجتمع المدني والى الجمهور الكريم. ثم ان الفريق الذي استدعيناه هو كان يعني من تلقاء الصدفه بالحقيقه، لان فريق قدماء اجاكس امستردام الهولندي فحضروا لمشاركتنا في هذا الاحتفال، ثم تكون فريقان اخران الى جانب المقابله الاولى التي جمعت قدماء اجاكس امستردام الهولندي ببعض اللاعبين من مختلف المشارب والجهات والفرق الوطنيه وبعض اللاعبين الذين مارسوا وفي بطولات أخرى أجنبية. ثم إن اللقاء الثاني الذي يجرى الآن هو لقاء يجمع بين قدماء لاعبي نادي الكوكب الرياضي المراكشي ونظيره قدماء لاعبي المولودية المراكشية في إطار أخوي بديع وجو رياضي متميز. احنا ما تنقولش تكريم، هذا غير لقاء تواصلي تجمع فيه الأحباب كلهم ديال كرة القدم في مراكش. الحارس سي عبد الرزاق عبيدة من الحراس الكبار اللي دازوا في المغرب، لعب في اتحاد طنجة مولودية مراكش مراكشي المغرب التطواني، اللاعب اللي ما نصفاتوش الكره الحمد لله. حنا اخوان مجموعه ديال الاخوان في قدماء اللاعبين ديال فريق كوكب مراكشي تنجي هذه البادره كل عام تنديروا واحد لكي لا ننسى. ما تنقولش حنا تكريم راه كبير، ولكن حنا تنقول لكي لا ننسى واحد الوجه من الوجوه الرياضيه اللي عطات للبلاد، من بين هذه الوجوه سي عبد الرزاق اللي تنتمناو انه تكون هذه البادره واخا غير رمزيه تكون عندها واحد المعنى، واحد تكون عندها واحد المعنى بسيكولوجي بالنسبه لهذا اللاعب هذا اللي ما نصفاتوش الكره. وتنتمناو بحال هذه المناسبات يكثروا، لقاش مجموعه ديال اللاعبين كبار لعبوا كره ولكن ما نصفاتهمش الكره، ولكن الا كان غير فكرتيهم ودرتي غير باديره بحال هذه ولو انها بسيطه جدا تتلعب واحد الدور كبير في النفسيه ديال اللاعب. الامسيه انطلقت مباراه جمعت قدماء لاعبي مدينه مراكش ولاعبين من قدماء نادي اجاكس امستردام الهولندي، وبعدها مباراه ثانيه جمعت قدماء الكوكب المراكشي بنظرائهم لمولوجيه مراكش واللي شارك فيها لبضع دقائق المحتفى به عبد الرزاق الهشتوكي واللي غادر ارضيه الميدان تحت تصفيقات الحاضرين، الشيء اللي اثر بشكل ايجابي على وضعه النفسي. سي عبد الرزاق انت هو العريس ديال هذا النهار هذا. كلنا عرسان ماشي غير انا بوحدي، لا الجمهور ولا هاد الناس اللي حاضرين معايا اللعابه ولا مسيرين القدام، جميع الرياضيين وحتى نتوما. هذا عرس كنا عرسان. الحمد لله احنا كنا بحال عبد الرزاق كيفاش يحس بنادم من بعد ما دوز تبارك الله في الكره وداز واحد المده اللي يمكن ما بقاش يسولوا فيه الناس ولا غبر شويه ولا كذا، وتتجي هذه الفرصه تلقى الناس كلهم مجموعين لانه عارفين اليوم ماتش مديور على قبل عبد الرزاق. اول حاجه بعدا غادي نقولها لك هو ماشي ما تيسولوش فينا، انا بعت انه الا بغيتي يسولوا فيك الناس خصك تقرب. انا بعت على ماشي بعت على الرياضه ديما مع الرياضيين وديما تنشوفها، ولكن التيران والانطريما وداك الشيء حتى لهذا العام بالضبط اللي كاين لاعب صديق ديالنا، المهم اطار كامل اصدقاء ديالنا وحتى اللعابه حتى هما مزيانين وعجبونا بدينا تنقربوا. غير المساله ديال دوزنا واحد الحقبه ديالتنا حنايا كانت واحده اخرى ماشي هي ديال الدروك. دابا امكانيات راه عرفتي كل شيء بلا ما نقول لك، هذيك الساعه كانوا لاعبين مزيانين ولاعبين كبار ماشي في مراكش المغرب كامل،
ولكن الامكانيات كانوا ناقصين. ودابا طغي الكونترا، كون كانت الكونترا ضعيف على ما تنظن في هذوك الدراري ديال لا جينيراسيون ديالتنا غادي يكون عنده داك الشيء مزيان، ولكن كل وقت وقتها. كل وقت وقتها. بين عبد الرزاق بين تتبع دابا الفريقات الكوكب، تتبع البطوله، تنتبع تطوان وتنتبع طنجة وتنتبع الكوكب والميلودية. مع الأسف الميلودية ما عطوش كاتريام سيري ولا تروازيام سيري. طنجة حتى هي اتحاد طنجة فريق ديالي وفي دوزيام ديفيزيون. المغرب التطواني راه فرقتي وعزيزة عليا، وهي راه غادية راه دات شامبيونا وعدات هي غادية هذا العام. تنتمنى لكاع الفرق مسيرة مزيانة، والكوكب من طبيعة الحال هذيك هي اللي البالماريس ديالي مزيان معها، تيت جوج كيسان ديال العرش وبطوله ودوري في كندا واربعه ديال لي تورنوا ديال نتيفي. هذا الشيء اللي كاين. تبارك الله تبارك الله. واش غنشوفوا عبد الرزاق في التاطير يعني في التدريب ديالو، واش الفئات الصغرى ولا افراقي ولا شيء؟ انا ما بغيتش نكون في التاطير، انا بغيت، ولكن واخا ما خصنيش نقول هذا الشيء، كانت وقعت لي واحد الحادثه وتكرفست فيها بزاف، ولكن دابا الحمد لله نقدر يمكن على حقاش حتى الا بغيت نكون مؤثر عندي ما نعطي البوست ديالي. هذا الشيء اللي كاين. بطبيعة الحال عندك ما تعطي، لانك انت حارس كبير وكنت حارس كبير مع الكبار يعني، بس تحبس ديك الساعات مع رفاهية مع زكريا مع فوسط هادو يعني، مع زكي مع داك الشيء كثير، مع التقناوتي، مع كانوا حراس كبار. وكان عبد الرزاق ما بين الكبار، ونتمنى ان شاء الله عبد الرزاق نشوفوك في التأطير، ونتمنى نشوفوك في الميادين، لان عندك ما تعطي وما جايش من شي بلاصه بعيده، انت جاي من الكره ولد الكره وعطيتي في الكره وعندك ما تعطي حتى دابا حتى في الدريدي الحمد لله. ايه، وتنتمناو الجمهور المغربي عامه، انا ما غاديش نهضر على ديال مراكش لانه مراكش بغى فرقته وبغى المنتخب، ولكن يعطيو شويه ديال الوقت للمنتخب باش يمكن يدير فرقه، راه عندنا فرقه مزيانه. البادره استحسنها كل الحاضرين سواء منهم اللي شاركوا في المباراه او اللي حضروا فقط من اجل التلاقي بزملائهم السابقين، واجمع كل الحاضرين على حسن اخلاق المحتفى به عبد الرزاق الهشتو. بهذه المناسبه ديال التكريم ديال عبد الرزاق عبويده، اللي من اللعابه اللي لعبت معاه وكان لعاب حارس ممتاز اللي مثل مراكش في طنجة، وفي هذه المناسبة تنشكر على اللعابة القدماء ديال الكوكب اللي فعل هذه البديلة الحسنة اللي يمكن تكرر اللعابة اخرين. وهذا اللقاء اللي تلاقينا جميع اللعابة كاع ديال مراكش، مثلنا مدينة مراكش مع اخوان ديال اللعابة اصدقاء، ما واحد الحارس عظيم العلوي كان السي العلوي فيدا اللي توا مع الحراس بعدا مراكش كانت دائما تتمتاز تبين حراس ممتازين اللي على راسهم الحارس الشاوي السي احمد الشاوي، وكاع الحراس ديالنا ممتازين الحمد لله. العلوي فيدا، العلوي وما نساوش عبد الله ونجيب عبد الله وعبد وعبد اللطيف كاع الحراس ممتازين. بالنسبه لهذا التكريم راه هو تكريم الحراس ديال مراكش كلهم، وهذا التكريم تنشوف فيه بانه التفاته لهذا اللاعب اللي عطاه، لانه منذ اظافر منذ صغره هو تيلعب كحارس، ولعب مع ميلوديا، لعب مع الكوكاب، لعب مع طنجه، وكان حارس مثالي وكان قدوه بالنسبه للحراس ديال مراكش، وكان عنده واحد الصبر اللي ربما قليل اللي نقدر نكون شي يقول ليه يكون عنده هذاك الصبر بحال الصبر ديال عبد الرزاق. وتنتمناو ليه ان شاء الله مسيرة وحياة سعيدة إن شاء الله في حياته وفي وليداته وفي كل حاجة في طريقه إن شاء الله تكون مزيانة.